هلو كيجيتو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل يونت 1، هناخد موضوع بعنوان Let's be healthy، يعني يلا نبقى بصحة حلوة. يا ترى عشان نبقى بصحة حلوة يا صحابي هنعمل ايه؟ Look and say، يعني هنبص على الصورة ونقول البنت دي بتعمل ايه يا صحابي؟ دي بتاكل، يعني بتعمل eat يعني بياكل، اكل. eat بتكتب ازاي؟ E-A-T يأكل. eat اول حاجة نعملها عشان صحتنا تبقى حلوة، هناكل يبقى eat. وممكن كمان نلعب شوية رياضة، نعمل شوية ألعاب. فاكرين الألعاب اللي احنا لعبناها المرة اللي فاتت؟ فاكرين jump يعني نط؟ ممكن نعمل jump. repeat after me. jump تكتب ازاي؟ J-U-M-P J-U-M-P يعني ينط. jump يعني ينط. وممكن كمان نعمل run يعني نجري. run R-U-N run هنجري. ناكل eat وjump نقفز ورن يعني نجري. run نجري. وكمان نعمل kick ball. فاكرينها نشوط الكرة؟ كيك يشوط. كيك بول يشوط الكرة. لعبة تانية احنا تعلمناها المرة اللي فاتت اسمها كيك بول او كيك. والورايا كيك تكتب ازاي؟ K-I-C-K. كل دي حاجات تخلينا في صحة حلوة يا صحابي، يعني نبقى كويسين. be healthy. let's be healthy. يلا نبقى بصحة كويسة. هنعمل ايه؟ jump with me، run with me، cake with me، eat with me. يعني eat with me يعني كل معايا، jump with me يعني نط معايا، with me يعني معايا. خلاص يعني ممكن اقول لك run with me اجري معايا. دلوقتي بقى تعالوا نشوف اصحابنا دول يا ترى بيعملوا ايه. الاربع اصحاب اللي معانا في الصورة دول بياكلوا. تعالوا نشوف بياكلوا اكل healthy ولا unhealthy. healthy يعني صحي وunhealthy يعني غير صحي. يا ترى بياكلوا حاجة مفيدة ولا حاجة مش مفيدة؟ نشوف أصحابنا البنات الأول. What are the girls eating؟ يعني أصحابنا البنات بياكلوا إيه؟ The girls eating fruit يعني أصحابنا بياكلوا فاكهة. It's healthy ده صحي. It's healthy. healthy يعني صحي. ده صحي. draw happy face نرسم عند البنوتة اللي فوق دي وش بيضحك. طيب the other girl eating crisps البنوتة التانية دي بتاكل ايه؟ حاجة مش صحية مش هتفيد جسمها، تبقى unhealthy. تعالوا بقى نرسم عندها a sad face يعني وش زعلان، وش مش مبسوط لانها بتاكل حاجات unhealthy. يلا let's draw a sad face. طيب look at the boys تعالوا نبص على الولاد يا ترى بيشربوا ايه؟ حاجة healthy ولا unhealthy؟ نشوف. what are they drinking يعني هما بيشربوا ايه؟ what are they drinking ايه اللي بيشربوه؟ اول ولد معانا is drinking water بيشرب مية. it's healthy دي حاجة صحية، المية مفيدة للجسم، لازم نشرب مية كتير، يبقى هو بيعمل حاجة مفيدة. it's healthy. he is drinking water. it's healthy هو بيشرب مية ده صحي. let's draw a happy face يلا نرسم وش بيضحك لانه بيعمل حاجة healthy. طيب صاحبنا التاني بيعمل ايه؟ the other boys drinking cola بيشرب مشروب مش صحي، دي حاجة مش صحية، المية مفيدة اكتر من الكولا، يبقى it's unhealthy يعني حاجة مش صحية. let's draw a sad face يلا نرسم وش حزين. تعالوا بقى يا صحابي نشوف اللي في الصورة معانا ده ايه. اول حاجة معانا apple تفاحة. apple والورايا repeat with me. apple بتبدأ بحرف ال A. apple بنكتبها ازاي؟ A-P-P-L-E apple. طب ايه كمان بيبدأ بحرف ال A؟ ant نملة. عارفين النملة؟ اسمها ant repeat with me قول معايا. ant بنكتبها ازاي؟ A-N-T A-N-T ant. يبقى apple و ant بيبدأوا بحرف الـ A. الـ A
أبل وأنت أولهم حرف الإي، ما تنسوش الكلمتين دول. طب تعالوا ناخد كلمتين تانيين بيبدأوا بحرف الكي، فاكرين كيك؟ كيك يعني شوت، بتبدأ بحرف الكي، كيكا بول يشوت الكورة، كيك. ريبيت ويز مي، كيك، كي آي سي كي، كي آي سي كي، كيكا بول. وكمان يا صحابي كلمة تانية اللي بتبدأ بحرف الكي، كايت يعني طيارة، عارفين طيارة الورق اللي احنا بنلعب بيها، اسمها كايت. كايت، كي آي تي إي، ريبيت ويز مي، كايت. يلا زي الشاطر لوني الأبل، لونها بالأحمر، والأنت لوني النملة، والكيك لون الولد، والكايت والطيارة اقعد لون واتك على أول حرف من الكلمات دي. وبكده نكون خلصنا يونت 1، ناقص بس الأرقام. عايزاك تحفظ لي الكلمات دي كويس وتعيد الفيديو كتير كتير، وعايزاك كمان عايزاكوا تحت الفيديو هتلاقوا كلمة سبسكرايب، دوسوا عليها، وبعد ما تدوسوا عليها هتلاقوا كلمة لايك، وبعدين اعملوا شير لو حبيتوا الفيديو، عايزين تشاركوه مع أصحابكم عشان نقدر نكمل.